والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم المترشح حاج أبو بكر، معروف في الجهة ومعروف شوية في برا. المهم احنا والله العظيم ما نشبعنا هضرونا هضرون الكلام اللي قاله معمر، وهو من الناس اللي حفزني على هذا الدخول. كنا مخاطين هذا الشيء، ولكن لقيت الإنسان هذا متحمس وحنا رانا متحمسين باش نطيقوا نمدوا ولا نمدوا يدنا باش نعاونوا الناس، ماناش متحقين حتى حاجه لرواحنا. والله احنا يا هاد الحومه هنايا ما نقولوا لا جرامنا، ما نقولوا لا معمر، ما نقولوا لا سيدي بوزيد، لا ما نقولوا لا حاجه، احنا نقولوا تيم بوزيد. يا والله اللي رانا نعانوا فيها معاناه كبيره، كلش في لاشوماج، في السكنه، في الطرقات، في الملاعب، في كلش. نجول الجانب الرياضي والله يا استاذ، والله الا وين نجرو لا تنقع عائرنا خرجت ما كانش. نهضروا على الصحة، نروحوا منا، نروحوا للصادات منا، نطلع البلباشير، نهود الحاس القارة، ما عنديش طريق. من اللي نعقلوا، من اللي نقروا، من اللي نقروا في الابتدائيه المتوسطه، ما عندناش طريق. يمرض لينا واحد نعيطوا لواحد باش يجينا كورسة، والله يقول لك يا ودي الطريق اسمح لي ما نطيقش نمشي. والله يا النقاط رانا ماذا بينا يا حنايا، ان شاء الله الى نجحت احنا ما نطيقوش ننجحوا الا معمر، خاطر علاه الى نجح معمر ما عنده ما ينفعنا، يتحط في كوا ويتهمش. احنا بقينا تطلع القائمه كومبلي نتاع المستقبل ولائيا وبلديا. عندنا شحال من مجال وشحال من مجال، عندنا مجال الصحة رانا نعانوا فيه في هذا الحي. احنا كل يوم نصفقوا للناس ونروح ويجوا يدوا صواتنا، وفي التالي نهار اللي تروح له البيرو يقول لك شكون انت. والله شوفوا احنا المهم يا جماعة، المهم ياك انا بقيت وش الحاجة